كلهم لاعبين مبرزين لو رغم الصعوبات ورغم الطاقه الكميه اللي كمان مباريات هي انا عاوز بس الحلقه دي من شهر لمست يد لكن بعيدة على مربع العمليات. بين حوالي 36 دقيقة على بداية الجولة الأولى، دائما صفر مقابل صفر بين فريق شباب مريرت وفريق مندي المكنس. الهدف الأول لفائدة فريق النادي المكناسي. إذن جواد خلوق يفك الشفرة للنادي المكناسي ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 37.